40 مليون نسمة. ليه؟ لأنه هو الحرية وتغيير مدى التسلم. وأنا الكلام ده بقوله بعيد وبكرره مليار ألف مرة. تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية مرفوض، الحرية والتغيير مرفوض، مرفوض من قوى الحرية والتغيير قبل ما يكون مرفوض من البرهان الحميدي. كلام ده بعيد وبكرره. تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية مرفوض من قوى الهبوط الناعم صادق المهدي الدقير عيونا محوصة اللي عارفه بعين يمين ولا بعين شمال ده. تين رافضين تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية قبل ما يكون العساكر، وحيلفوا وحيدوروا. في النهاية حنصطدم انه ما حيقدروا يغشوا على العالم الخارجي. يا قوى حرية وتغيير ويا برهان ويا حميدتي، ما حتقدروا تغشوا العالم الخارجي انه ده تغيير حقيقي وانتم متسترين على جرائم عمر البشير. زول قتل وحرق واغتصب وارتكب جرائم إبادة جماعية. 40 مليون نسمة ممكن يبصموا لك من عمر البشير ده فعلا حرق وقتل واغتصب النساء في دارفور. يا عبد اللطيف اقسم لك بالله سبحانه وتعالى، الرافض تسليم عمر البشير للمحكمة والحرية والتغيير في المقام الاول والمجلس العسكري في المقام الثاني. وارجع لتصريحات الصادق المهدي، ارجع لتصريحات الصادق المهدي. مش كان بيقول ما بنجر الشوك في جلدنا كناية على عمر البشير؟ مش الصادق المهدي ده في اخر تصريح في 2018 قبل بداية الثورة قال شنو؟ قال انه المشكلة في السودان هي مشكلة المحكمة الجنائية، ما مشكلة عمر البشير. دعاه للدقيرة اللي انت بتقول لي لا، تصريحاته كان بيقول لابد من الوصول الى تسوية مع الحركة الاسلامية. الحركة الاسلامية ده معك تسوية في شنو؟ معنا جرائمة، سرقوا غنيانين عندهم قروش تكفيهم لأولاد أولادهم ولا رجعتوا القروش ذاته أو الحرية وتغيير. تسوية معاهم في شنو؟ تسوية على الجرائم اللي ارتكبوها. فهي جماعة لابد أن نضغط في موضوع تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية ده. لأنه حنكوك كأنك يا زيد ما غزيت. عقوبات اقتصادية دول راعي الإرهاب محكمة جنائية. الثلاث ملفات دي لو ما اتحسمت حنكون دولة معزومة من العالم الخارجي. حنكون تاني جارين للسعودية عشان نشحد، جارين للإمارات عشان نشحد، جارين لقطر عشان ناخذ منها قرشين. انت بتعرف متوكل، انت بتعرف شنو للإمام؟ طيب يا متوكل انا حاسبت الكومنت بتاعك ده، اخلي الناس اللي بتحضر دي هنا دي ترد لك بتعرف شنو على الامام. خليني انا ما شايفه امام، امام عليك انت وعلي ناسك. ده واحد كتب لك انت بتعرف شنو للامام الصادق المهدي، ما تمسك من الناس زمان. انا حاسب بدون حخلي الناس تعلق لك توريك بتعرف شنو على الامام. بتعرف الخيانة، بتعرف القدر، بتعرف التعامل مع الدول الخارجية. بنعرف انه بنت الامام سافرت الامارات وقبضت القروش وباعت الثورة السودانية للمحور الإماراتي. بنعرف إنه الإمام لما جاء في بداية الثورة قال دي بوخة بتاعت مرقة، قال دي ما ثورة ولا بتعرفوا عن الثورة. بنعرف للإمام إنه جاء كلمنا عن الاحتباس الحراري والناس طالعين في الدمازين والناس طالعين في الشوارع. بنتذكر للإمام إنه يوم 19 ديسمبر من 2018 تم حرق دار المؤتمر الوطني. وين؟ في عبرة الصادق المهدي كلمنا على اوعت تحصى فقط شجرة عشان ما يجينا جفاف وتصحر. شجرة وشجرة وشجرة بتعمل شجرتين، شجرة وشجرة بتعمل غابة. عليك الله، جيت عليك الله.